السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن عربية عملنا عنها فيديو كامل شامل جدا. العربية اسمها ستاند كار ميشا. العربية بتجي لنا ببطارية 300 ملي أمبير 4.8 فولت، معاها كمان وصلة شاحن. نفتحها كده على السريع ونبص على اللي بيجي لنا. زي ما احنا شايفين العربية نفسها عجلات طرية، كاوتشات طرية زي العربيات الحقيقية بالظبط. العربية بتفتح وبتقفل بشكل لبره ده زي ما احنا شايفين. بيجي لنا كمان معاها مفك صغير كده علشان نفك المسمار بتاع الباب او الغطاء بتاع البطارية. الموضوع بتاعها سهل جدا، تركيب البطارية سهل. بنرجع الغطاء، بنربط المسمار، وبعد كده هنروح مع بعض على الريموت كنترول. بتجيب الريموت بتركب له اي حجارة عندك. بعد ما تركب الحجارة يبقى عندك كنترول على العربية في كل الاتجاهات، قدام ورا شمال يمين. العربية كمان بتلف حوالين نفسها 360 درجة، فيها اضاءة LED الوان شكلها جميل جدا في الضلمة. خلونا مع بعض ندورها كده ونشغلها على ارض الواقع ونشوفها بالتصوير البطيء. نرجع تاني ونلغي التصوير البطيء ونشوف مع بعض سرعتها في اللفه حوالين نفسها عامله ازاي. المهم العربيه متوفره من خلالنا للبيع. للحجز والاستفسار كلمونا واتساب على 012-068-65-814. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.